عليكم ومرحبا بكم معنا مشاهدينا الكرام. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير دائما وابدا كما عودناكم في برنامجكم برنامج امنيتك تحقق. كل اسبوع نفاجئكم بحلم جديد كما اليوم ما راكم تشوفوها. انا حاضرين معكم من استاد 20 اوت وكي نقولوا ملعب 20 اوت نقولوا فريق شباب بلوزداد اللي راهو جست مورايا. الحلم ديال محمد متعلق بهذا الفريق، وقبل ما تعرفوا عليه حبيت نشكر جزيل الشكر إدارة نادي شباب بلوزداد وعلى رأسهم السيد مدير العام شرف الدين عمارة اللي هو ولا به وبيكم كامل قدرنا نحققوا الحلم ديال محمد. بلا ما نشوقكم أكثر في الكلام نروحوا نكتشفوا الحلم دياله ونحييوا أيضا كامل اللاعبين اللي ساهموا في تحقيق حلم محمد. رايحين تعرفوا على محمد، لكن قبل ما تعرفوا عليه نتعرفوا على الوالد ديالو سيد شوشي. مرحبا بك ويعطيك الصحه كي قبلت انك تجوز معنا في البرنامج. الله يسلمك وانتم مشكورين ثالثك على الله يخليك ربي يعيشك. سي شوشي حبيتك تعرف المشاهدين على محمد وعلى حياته، كيفاش عايش مع نعم عندك دي زونفو واحد اخرين؟ عندي ثلاثه اخرين والكبير فيهم الله يبارك. كان نورمال عايش على لاباس عليه. ومن بعد عندنا واحد 6 شهور ولا 7 شهور بدا اللحم يزرق، بدا كيدير هكذا. كان نفقنا له كي شرينا، قال لنا شريو لي فيلو، شرينا له فيلو جاب مليح في الاخر، شرينا له فيلو بدا اللحم يزرق. كي بدا اللحم يزرق دينا غطيو تاع الدراري في الخضاريه. من بعد هو عطانا بريه قالنا للسبيطار، زدنا ريحنا في الخضاريه 10 ايام في لوبيطال. بعد جينا لهنا لوساندي، جينا لوساندي ثم اللي قالوا لنا بلي عنده سرطان الدم. ان شاء الله ربي يشفيه ويعافيه ان شاء الله يا ربي. امين. كيفاش تلقات عائله تشوشي هذا الخبر هذا؟ بكل صراحه على بالي بلي ماشي خبر اللي زعما صدمه، كانت صدمه صعيبه. على كل حال هي الصدمه الضربه هي الصدمه الاولى. لقيناه فاجعه كبيره، خاصه احنا الدار كاع تيك 30 ولا 41 واحد جينا ليه للسبيطار في هذاك النهار وقالوا لنا سرطان الدم. الحمد لله هذا قضاء ربي كتب لنا نعقبوها. اكزاكتومون قضاء الله وقدره. ان شاء الله ربي يشافي كامل المرضى. حبيتك سيدي، حبيتك تعطي رساله باسكو كاين بزاف الناس والعائلات اللي اتصلوا بيا وكانوا يحبوا انهم يجوزوا معنا في البرنامج، لكن يقول لك انا يا لا ما نقدرش وليدي يجوز ولا يحققوا الحلم تاعو بلا لي كاميرا، لانه العائله تاعنا ماشي كامل على بالهم بالمرض تاع وليدنا. واش تقول الناس اللي زعما يخافوا انهم العائله ولا العالم يعرف بالمرض تاع وليدهم؟ نقول لهم عادي، حاجه كتبها ربي، لازم حاجه كتبها لنا ربي نعقبوها كما كانت. ممكن هكذا ممكن نديروا له هكذا نحققوا له حلم نخفوا عليه، ممكن يشوفوه ناس يزيدوا يدعوا له بالشفاء ان شاء الله. حاجه مليحه وهو ليه يريح ينسى شويه يروح يتحقق حلمه نتاعو وان شاء الله ينجح ان شاء الله في الدراسه. نتمنى له يزيد ينجح ان شاء الله في الدراسه ان شاء الله يا ربي. برك باش نقول لكم بلي هذا العام ان شاء الله حيتجوز البهم، ان شاء الله يديه وياخذ الاختيار اللي يحبه ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله. دونك كما قلت كلمه شابه، هذا الشيء ربي كتبه لنا. دونك المرض ما لازمش واحد يحشم به، لانه كما كتبوا على انسان يكتبوا على انسان، يكتبوا عليا انا يكتبوا على عليكم انتم. ان شاء الله ربي يعافينا وكما يقولوا الله يجعلها تنقاصدنا. هذا هو الشيء. حنا يجينا في برنامج امنيه تتحقق باش نحققوا له الامنيه ديالو. واش هو الامنيه ديالو ولا واش يحب؟ هو الامنيه تاعو اني يروح يزور فريق شباب بلوزداد صاحب كاس العالم اللي فات. ان شاء الله نحققوها له ان شاء الله يا ربي. يحبس يا ربي. ايه يحب شباب بلوزداد. الله يبارك الله يبارك. ان شاء الله يا ربي نتصلوا بفريق شباب بلوزداد ونقدروا ان شاء الله نحققوا له الحلم ديالو. لكن قبل ما نحققوا الحلم ديالو لازم نعرفوا وين راهو محمد وش راهو يدير ونتعرفوا عليه على الأقل معنا. محمد واش راك؟ لاباس صباح. صباح مليح.
لاباس الحمد لله. الحمد لله يا ربي. جيتني من البويره يا اخي. وي هي كامل الناس البويره وين ما كانوا. قل لي محمد، انت هي في عمرك 14 سنه صح؟ 15 متصغرينيش في عمري 14 بس في 15 متصغرينيش. الله يبارك سمع هذا العام تجوز ان شاء الله. بابا كان قال لنا من قبيله. ان شاء الله تدي. شحال راك حاب تدي بشحال؟ بديك دي بزاف خلاص 14 ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله 15 كاع. واش راك حاب ديروا من بعد تخصص؟ كاين علوم. عندي علوم. علوم؟ اسمها فور في الرياضيات شويه. والعلوم علوم اللي مليح فيها انا. تخبي ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله 15 هكا باش تخير واش حبيت. قول لي في ايام ولا اوقات الراحه ولا ايام العطله ولا واش دير؟ واش دير؟ نلعب هكا بالو ولا شي حاجه. تلعب بالو؟ صح تحب البالو؟ وي. واش تحب زعما؟ انا ما نعرفش كاع البالو. واش تحب؟ تحب زعما ايكيب معينه ولا واش تحب؟ عندي كيب. نحب سيار بي انا. صح؟ وتتبعها نتبعها نشوفها بزاف. صح. واش عندهم على بالك البروغرام تاعهم؟ واش عندهم؟ واش شويه منين داك شفت التلفزيون شوفهم مع من حي يلعبوا شحال ربحوا شحال راهم كلاسيين. وداو دي كوب ولا لا؟ لا داو ثمانية حاسبهم ثمانية. داو ثمانية وان شاء الله هذه تسعة. ان شاء الله يا ربي قلها بكل فرح وسرور. ان شاء الله يا ربي يدوها. وما افتح الستار تشوفهم ولا تشوف الا جامي شتهم. شوفهم غير التلفزيون تليفون. التلفزيون و اسمع غير انت في الدار ولا باباك يحب يلعب البالون ولا شكون يحب؟ عمك وعمي هذا يلعبوا بالو. مومي قاعد يلعبوا قريب قاعد يلعبوا بالو. قاعد يلعبوا بالو. الله يبارك. وانت تحب تولي هكا رياضي بيان سور لاعب كره قدم ان شاء الله بلي دار. بيان سور ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله صحه. وعندك صحابك؟ عندي. شكون هو؟ كاين ولاد حومتنا ثما تلعب معاهم. تلعب معاهم. وانا نحب لعبه واحده اخرى. واللي هي غميضة. تدعي صغار واقيل. بتحبش تلعبها؟ صح؟ صح انا حابة نلعبها معك. خلاص لعبوها. لعبوها؟ خلاص. دوك شوف. دوك نروحوا يا اخي ونغمض لك عينيك ونلعبوا غميضة. تروح تخبي. ونروح نتخبى. والشاطر إذا أنت شاطر تحكمني. صافا؟ سيهم؟ سيهم؟ هاي. كم صايقة. زعما عندك هكا كاش فكرة على وين أنا رايحين؟ قول لي محمد وين؟ ما عندك حتى فكرة؟ نلعبو حي لعبو غميضة هذه مقبلة قلتها لك. صح؟ كيفاش هاد غميضة؟ زعما تلقاني نتخبى لك؟ جيب اسكو تلقاني ولا لا؟ فيهم؟ فيهم محمد؟ ها؟ فيهم؟ فيهم. الحس فوالا. شوف انا رايحه نحسب لك من الواحد لثلاثة. نحي الكتكتة معليش. نحسب لك من الواحد لثلاثة. يا اخي نحسب لك من الواحد لثلاثة فوالا. وشوفوا لا سوبريز مع بعض يا اخي. سي بون حسبوا. راك بخي راك بخي. واحد زوج ثلاثة. جيناك وجبناك السير بي ليكيب تاع سير بي كامل شايف دبلوزاتهم حاضرين هنايا جست على جالك. محمد وجدوا لك انتين باسمك من نيميرو 10. صحيح.
محمد داك اللي لبسوا محمد واش تقول لهم كامل لي جوار تاع تاع بنزات تقول لهم شكون تحب فيهم كامل باش ما تزعفوش ها شكون تحب شكون امين انا سعيد امين واش تقول لهم محمد واش تقول لهم باسكو حبسوا لونطريمون على جالك محمد دا قول لهم لازم تدوها ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ربي يخليكم ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي شكرا جزيلا يعطيكم الصحه راهو هنايا ياتي بكم كيفاش تلعبوا كامل شكرا بيان سور اصلي في يا صاحبي ماناجر سيد توفيق قريشي ميرسي بوك يعطيكم الصحه سي غراس ا فو قدرنا نحقق الحلم ديال محمد ربي نوركم ربي يجازيكم بالعكس احنا نشكركم انتم اللي عطيتونا فرصه نتعرفوا على محمد وهذا شيء شرف لينا وشرف الفريق شباب بالوزداد بكل المسؤولين تاعو وكل المناصرين تاع شباب بالوزداد اليوم نعتبروه يوم سعيد ويقعد في تاريخ شباب بالوزداد لان هو حقق الحلم تاعو وحنا حققنا الحلم ديالنا تعرفنا على شاب مثل هذا اللي نتمناو له ان شاء الله كل نجاح وراه حامل رقم 10 اني خايف غير منه صيود خمتي دي المكان تاع صيود بلع الصيود بلاك يدير ما يخليكش تلعب معنا ولازم دير له بلاصتو دونك حنا جدو مسرورين في هذا اليوم يعني باسم انصار شباب الوزداد وباسم المسؤولين وعلى راسهم لو بي دي جي تاع مدار السيد عمارة شرف الدين وحنا نتمناو الابواب راهي مفتوحه تاع الفريق باش نحققوا الاحلام تاع شبان واحد اخرين اذا اتيحت لنا الفرصه ونتمناو ان تزيد تعطينا فرصه لشبان واحد اخرين ولا اطفال واحد اخرين نعطيهم فرصه تحقيق الحلم تاعهم وحنا جد مسؤولين بهذا اليوم والابواب تاعنا راهي مفتوحه ان شاء الله. ربي يخليكم ربي يعيشكم ان شاء الله نربحوا رابحين يا اخي ان شاء الله. نربحوا في ماكرا ان شاء الله ماكرا ونجيبوا الشامبيونه ان شاء الله. او قالنا الديوعه خلاص كي قالها هو الديوعه. اسمع شحال الديوعه؟ شحال الديوعه بشحال؟ 2-0 قال 2-0 مع ماكرا. يا ربي ربي ان شاء الله. ما شاء الله يا ربي. ان شاء الله نتمناو لك ان شاء الله كل السعادة ونتمنوا له إن شاء الله النجاح وطول العمر إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. واش تقول له محمد؟ نشكركم صحيتو واستضيفتوني وديتو لي مفاجأة وحققت الحلم تاعي. لا لا أنا أقول لك أنت حققت الحلم تاعنا والمفاجأة أنت اللي درتها لنا ماشي إحنا اللي درناها لك. أنت جيت عندنا زرتنا وحنا مسرورين بهذه المفاجأة وإن شاء الله أطفال واحد أخرين نحقوا لهم الأحلام تاعهم ويجوا يفاجئونا ويفرحونا إن شاء الله في الملعب. إن شاء الله يا ربي إن شاء الله ربي يخليك. ألوغ دوكا واش عندنا في البروغرام؟ البروغرام مازال أولا بعد زيارة تاع اللاعبين داخل الميدان والتعرف على اللاعبين وأخذ الصور معهم ينتقل ان شاء الله اليوم للمقر تاعنا يفا فيزيتي المقر الجديد المقر الجديد عماره تاع 6 طوابق راح يزورها مكتب وان شاء الله بعدين يمشي للسودانيه باش يفطر مع الشبان تاع التكوين اللي راه موجودين في السودانيه يتعرف على الشبان ويزيد يفطر نعرضوه يفطر مع الشبان تاعنا وحنا نكونوا فرحانين به ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. ويلا كفاني الوقت نجي نفطر معك. نجي ولا؟ تعرضني؟ يا نجي ناكل معك، ويلا كفاني الوقت نجي نفطر معك. ان شاء الله يا ربي، شكرا جزيلا، حنا كلنا حماس لازم نروحوا يا اخي، ربي يخليكم وان شاء الله نرجعوا. ان شاء الله، ان شاء الله، ربي يوفقك. السلام عليكم محمد.
كيفاش دايره؟ السلام عليكم. صافا وزيد؟ صافا لاباس الحمد لله. الله يهنيك. مسيو السيد سهل علي لو شارجي دو كوميونيكاسيون اللي راح يدورنا في مقر ولا اداره شباب بلوزداد. داكوغ؟ مرحبا بك محمد. فوالا هنايا سي لا ريسبسيون. تفضل. هذه الاولى العلامه ما كاينش كيما العلامه. ميرسي بوكو. شكرا. تفضل محمد. هذه القاعة تاع الندوات الصحفية. هنا يجوا الصحفيين ونديروا لي كونفيرونس دو بلاس تاعنا لهنا. كيما دركا دوك انت تقعد لهيا هاو. باش يا خي راك حتسيني مع سي ال بي. لا حنا نجوا منا ونسقسيوك. هيا قعد قعد. اروح لهنا قعد منا. لا لا نجي منا. انا حبيت نسقسيك شكون اللي يقعد هنايا؟ يقعد لونترينور والمساعد وكابيتان والرئيس واخي. بالك تقولوا ما يعرفش يعرف. والجوار كي يكون جديد نجيبوه لهنا باش نقدموه للجمهور تاعنا. تعطوا له تريكو للبيع. وشنو هو شعورك كي سينيت اليوم مع شباب بلوزداد؟ تفضل. لا يوصف لا يوصف. واش توعد الجمهور تاع شباب بلوزداد هذا العام؟ يدوها. واش ندو لا كوب ولا شامبيونا؟ لا كوب ان شاء الله. شحال؟ لا الدوبلي ان شاء الله. دوك انا راح نديرو مفاجأة لمحمد. بصح وشنو الشرط تاع المفاجأة؟ يغمض عينيه. يغمض عينيه. غمضوا انا عيني. باش ما يتريش غمضينا في عيني. هاي يا درجة المفاجأة. عندك اليوم مفاجأة بزاف محمد. من صبح حتى ثلاثة. واحد زوج ثلاثة. أو لا كوب. لا كوب. بزاف شابو. إن شاء الله ندوها هذا العام. إن شاء الله. ربحوهم كاع. والعلام ثاني. كملوا لابسين. خبوها. فهمي معاهم. كيف كدير؟ صافا. يا روح كيف كدير؟ مليحة؟ لاباس. لاباس؟ لاباس. الحمد لله. دوكا كانوا يسناو فيك على بالك. كنا نقرعوا لك باش جينا. هيا نروحوا نفطروا صاحبي. الماكلة ديريكت ما يحتاجوا. دوكا انتوما هكا باش دخلتوا تعرفوا تلعبوا ولا؟ هما عيطونا وجابونا دارونا الديتاست هنايا هذاك باش دخلنا هنا الصوم. لا لا بصح كنتوا تعرفوا تلعبوا ولا نورمال هكا؟ واه كنا نعرفوا نلعبوا. سمعت لي لازم تكون تعرف تلعب باش تدخل هنايا. اوه وهنا تزيد تتعلم. ايه ماذا دوك كيما راكم نتوما تزيدوا كي تزيدوا شويه تطلعوا شحال بقى لكم باش تلحقوا هذو كيما راهم في تاع لوفا؟ هنايا كل واحد والله شتاع كاين 17 و 18 و كاين حتى 20. ايه لا بصح كيفاه باش تلحق تاع لي سينيور؟ ايه كي تكون تعرف تلعب وتبين كاش عندك يطلعوك سينيور. كاين اللي عنده سا ديبون 18 ans يطلع. إلا كنت صغير وتعرف تلعب تطلع. كيما تطلع ولا تقعد؟
طلع. زيد. ها؟ وانا اللي عشك لي عافي لعب فيكم خير. قاع ياكل صراحة بيناتنا. كان أيمن أنت وأيمن. كان توم بس أيمن. غفلات غفلات. إن شاء الله ما تكونش تعرف كيما جعفر وصاي. كنت تلعب مداري ولا ما تلعبش كاع؟ تلعب برا ولا ما تلعبش؟ نلعب. سميت في كلوب ولا جامي؟ جامي. هذا؟ تلعب مع أصحابك هكا برا؟ نلعبوا نلعبوا كل يوم قريب كل يوم. بيناتنا كل يوم تخسر؟ ها؟ بيناتنا. لا لا احنا ما نلعبوش تاع خسرة. واش تلعب؟ نلعبوا هكا. يا خو. لعبوا سهل. زين. انتوما دوكا ليه من تلعبوا؟ نلعبوا سيربي. كيفاه؟ نعاد من نلعبوا ولا كونتر من؟ ماجي كونتر مقرا. كونتر من ماجي كونتر مقرا. هما تسمى تلعبوا المقرا وانتم تلعبوا المقرا صغار. هاكا كيف 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 يلعبوا هما نلعبوا احنا. تجي المقرا معنا؟ تفرج تفرج. تسمى تزيدوا تلعبوا الملاحه. ايا مو المقرا ملاحه. ايا في الملاحه تجي معنا هنا يا درب. في الفاء وجي. ها؟ في الفاء وجي كونتر الملاحه. جي ان شاء الله. ان شاء الله. ولك انت منا ولا كيف؟ انا من ورا. جابوك حتى الله. جايبني حتى انا كل واحد دوم. ايه كل واحد فقاعدين هنا عايشين هنا قاعدين هنا على العام ترينو في رحبهم يقروا كاين اللي يقروا كاين اللي ما يقروش. ايمن ما يقراش. تتقرا ولا ما تقراش؟ ها ياك شو راك في دارك؟ ليها تتقرا ولا ما تقراش؟ نقرا. تقرا بهم؟ ايه ما نشحك شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. لحقنا لنهاية البرنامج ان شاء الله كنا حققنا الحلم ديال محمد دائما متواجدين بمركز تحضير المنتخبات الوطنيه بسويدانيه. حبيت نشكر شكر خاص اداره نادي شباب بلوزداد وعلى راسهم الرئيس العام سيد عماره شرف الدين اللي فتح لنا البيبان واعطانا الفرصه انه نحقوا الحلم ديال محمد. واش نقول لكم؟ تهلاو في رواحتكم، بالله عليكم، نضربكم موعد الاسبوع الجاي وحلم جاي وامنيه جديده.